اهلا وسهلا في ارقام الاسابيعين، كنتمنى تكونوا بصحه جيده. بغيت نقول لكم واحد الحاجه مهمه هذا النهار هذا. زوينه بزاف اكتشفت سبحان الله العظيم. Le site Doc Express. Alors, le site Doc Express, c'est une plateforme okay, marocaine. La société d'Yelha Ken Anda siège à Casablanca. La plateforme a dit les rendez-vous. Il a pris le www.docexpress.ma. Il a pris les médecins marocains. Un rendez-vous. أولا كتعيط ليهم مباشرة الكابينيت ديالهم باش كدير معاهم واحد الاستشارة ولا واحد الفحص، وفيها حتى لي كونسلطاسيون ا ديستانس. هادي كنديرها أنا، كنديرها مع الناس اللي كاينين برا المغرب، مع الناس اللي كاينين لي لاخرى، مع الناس اللي تيدوزو هكا عن بعد، ولكن تندير فقط لوريونتاسيون ميديكال اوكي، حيت أنا طبيبة عامة. يعني كيكون الانسان مثلا عندي 10 سنين ولا بونسوار لا عندي 10 سنين عنده ان بروبليم، عندي 8 سنين عنده ان بروبليم، ما عارف شنو عنده. كونسلطاسيون ا ديستانس بار فوكال، سي فو فولي بار اوديو، سي فو فولي بار كاميرا، سي فيا زوم. دونك سي ا فو دو شوازير اسكو فو فولي ديزاكتيفي لا كاميرا او با. اون ليس لي جون ترانكيل داكور. Alors, il y a des médecins qui font la consultation à distance, comme moi, il y a des médecins qui ne veulent pas la faire. Bon, tout dépend du médecin l'ixariti. Voilà, c'est ça. Ah, merci, non, avec grand plaisir. J'ai fait une séance d'hypnose aujourd'hui et c'était vraiment réussi parce que l'hypnose m'a mis à un qui عارف ليها. وماشي اي واحد غادي تنجح ليه، باش لان لي بروز باش تنجح ولا التنويم باش ينجح خاص هذاك اللي غادي يعالجك يكون عنده شخصيه قويه بزاف. عافاك دكتوره، بغيناك تكلمينا على كيفيه العلاج من صدمات الطفوله والماضي. وي الوغ باش تعالج من صدمات ديال الطفوله والماضي كيخصك ضروري تصالح مع داكشي اللي وقع لك. باش تصالح كيخصك ضروري دير واحد ثلاثه ديال الحوايج. الحاجه الاولى خصك تدوز عند طبيب عام باش تاكد من السلامه ديال الجسم ديالك. نعطيك مثال بسيط، الا كان القلب مريض والدوره الدمويه مريضه ما يمكنش الانسان يتعالج، ما يمكنش. يعني غادي غير يكذب على راسو الا مشى عند هيبنوتيزور ولا مشى عند اخصائي ولا كذا. الا شي واحد مثلا الوغ الاولى قلنا طبيب عام، طبيب عام هو اللي مكلف بيك انت باش حياتك كامله، هو اللي مكلف بها داكا. يعني اي مشكل ديال الصحه ما يمكنش تمشي عند واحد دار لك ليبنوز تقول له علاش انا عندي الكلاوي ما قلتيهاش ليا، مراد وما قلتيهاش ليا، علاش انا عندي القلب مريض، ما عندكش الحق تقول لي. ولكن الطبيب العام هو المسؤول عليك. دونك كنبداو نخدموا مع كنخدموا توجور بالغارونتي بالضمانه. باش كنخدم بطريقه مضمونه ضامن والله كنخدموا مع طبيب عام من الاول. من بعد خصك تخدم مع ان بسيكياتر. لو بسيكياتر شنو تيدير لك؟ تيشوف لك، تيحط لك لو دياغنوستيك ديالك، كيل تيب دو بيرسوناليتي، كيل تيب دو بروبليم دو سونتي، علاش ولات عندك هاد لا بيرسوناليتي، وليديك لا بيرسوناليتي ديالهم. شنو هو الضعف اللي عندك؟ شنو الحاجه اللي كتفكر فيها ماشي هي هذيك؟ شنو الحاجه اللي عندك اللي خاصها تاخذ الدواء عليها؟ لان كاينين دواء والدواء غادي يعطيه لك غير البسيكياتر اوكي. من بعد كتخدم مع الانسان اللي غادي يعالج لك الطفوله ديالك، خاص يكون تري كومبيتون، يا اما تيكون طبيب تيدير ليبنوز تنويم، يا اما كيكون طبيب تيدير لي بسيكوثيرابي، يا اما كاينين اطباء ما تيديروش هاد لي ثيرابي، يا اما تيكون ان سبيسياليست اوكي. دونك بالنسبه لي انا في حياتي درت 3 فوا ليبنوز، ثلاثه المرات درت تنويم، مازال غنعاود ان شاء الله ونجح في ثلاثه الحالات نجح، لان كنخدموا مع ناس قراو برا. مع كامل احتراماتي ولكن انا ما عرفش واش كاينه شي ملي كنت كنقرا انا ما كانش كليه ديال التنويم اوكي، ما كانتش عمرني ما سمعت كليه ديال التنويم. الوغ كو برا
كاينين كليات ديال التنويم، كاينين كليات ديال الطب الروحي بعيدا عن الشعوذه، كاين كليات ديال بزاف الانواع ديال العلاجات، كل مره غادي ندوي لكم على شي حاجه منهم. ليسونسييل سكو هاد الكليات هادو برا كيخرجوا واحد الناس اللي تيكونوا تري كومبيتون، تيكون عندهم واحد الكفاءه عاليه بزاف، كيكونوا تيتحكموا فيك ملي كتكون بحيث باش دير لي التنويم خاصك ترفعني حيت غادي تسافر بيا. كتسافر بيك فين؟ السيده اللي سولت هذا السؤال كيسافر بيك حتى لديك الطفوله اللي انت بغيتي تنسي ديك الصدمات ولا شي حاجه، ولكن خاصو يسافر بيك وخاصو يرجعك. اوكي، الا ما كانش قادر يرجعك ما عندوش الحق يدوي معك، وما نتاكد ان الانسان قادر على داك السفر حتى يكون مع الجول بسيكياتر والطبيب العام، لان الانسان الا كان عنده مشكل ديال القلب مثلا وخلعتيه انت ورجعت ليه الذاكره لواحد الوقت اللي كان هو ضعيف، كان مخلوع، كان كذا، يقدر يسكت ليه القلب. لان التنويم راه تجربه، راه انا اليوم درت اون سيونس، راه فواياج، راه كتعاود ترجع وعاد كتكتشف واحد الحاجه ربي داير فينا واحد المعجزات. شنو هما معجزات؟ ديال ان كل عضو فينا عنده الذاكره ديالو. اوكي، كل عضو كيعقل على شنو حس وشنو داز عليه شنو كذا باحساس، يعني ما كيتنساش حتى شي حاجه ما كتنسى. دونك هاد الانسان اللي غادي يدير لي انا هاد ليبنوز ولا اللي غايدير لي انا هاد التنويم ما خصوش يديني تما ويخلي ويخليني تما. اوكي، نشوف لي كومونتير ديالكم. مدام جي ان بروبليم د لاكني بلوس دو 4 ans، جو سي با لو بون سبيسياليست بور سو بروبليم درماتولوجيك. الوغ عندك الحبوب في وجهك وربع سنين هادي بغيتي تعرفي عند من تمشي، اول حاجه خصك طبيب العام، لان الا كان عندك مشكله في مثلا في الجهاز الهضمي اولا في الجهاز الهرموني ديالك ولا في المبيض ديالك، واخا دوزي عند طبيب ديال الجلد غادي يرجع لك هادشي. اوكي، وعاد خاصنا نشوفوا الكبده ديالك واش قادره على الدواء ديال لاكني، لان الدواء ديال لاكني واعر على الكبده. دونك شنو تنديروا؟ كنمشيو بشويه علينا، كنمشيو عند الطبيب العام، دي معك دفتر صحي خديه من المكتبه، والطبيب العام غادي يكتب لك فيه شنو النتيجه، شنو الملخص ديال هذيك الاستشاره وداك الفحص اللي دار لك ليكزامان كلينيك جينيرال اي تو. ويلا كان عندك مشكل في التغذيه يقدر يوجهك عند اخصائي التغذيه وتمشي لك هذاك الحب اللي في وجهك، حيت عندنا حنا شي حوايج في الجسم ديالنا سي ماجيكا. اوكي، كان تشوك باغ ناس وي نقدروا ندويو على المنحرف النرجسي، غير الا جات على خاطرك. راه اليوم تندويو على التنويم باش نعطي واحد المعلومات ما نخرجش على الموضوع. الله يجازيك بخير، ولكن اون بو بروغرامي سا. بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم شي حاجه اللي كلاس، راني يلاه ساليت ان لايف مانيفيك على ليبنوز على التنويم، شرحتو هاد اللايف غير ديال الناس اللي دايرين ابوني. اوكي، لابونمون باغ موا كديرو عندي في تيك توك، كتدخل بوحدك، تيكونوا الناس نقيين، ناس زوينين، ناس اللي ما تيبغوش الزحام. اوكي، بحال في الحياه العاديه، الحياه العاديه الحاجه ديال الفابور هي هادي، كيدخل الصالح والطالح، وحتى ملي كنشوفوا غير ان كومونتير ماشي هو هذاك، حتى حنا ما تنبقاوش نعطيو الجهد كامل وما تنبقاوش نعطيو معلومات اكثر. دونك انت كتختار، بغيتي تكون في القاعده في الازدحام، بغيتي تكون في القمه، كدير لابوني وكت الحساب ديالي وتدخل في اي بي. اوكي وي بيان دوكيمون دو بيان انا لو ميدسان جينيراليست. بالنسبه لجلسات العلاج كيفاش تتم؟ واش محادثات مع الطبيب النفس؟ الوغ الجلسه ديال العلاج ملي كتفوتي الدرجه ديال وعليكم السلام دكتور غيتا، سمحي لي. الوغ معنا دكتور غيتا، ياك شوفوا انا غادي نوريكم واحد الحاجه مهمه بالنسبه للجلسات كيفاش كتكون. ملي نقرا كاع لي كومونتير وديك الساعه واخا انا غادي نجاوبك. صافي، مرحبا دكتور غيتا، احسن دكتوره ديال الطب الطاقي الشمولي، وانا فخوره بك صراحه لانك
اختاريتي واحد العالم اللي حنا كاملين كنحتاجوه، حنا اللي تنعالجوا الناس وكنحتاجوه. دكتوره ديما في الاحلام ديالي كنشوف راسي رجعت نسكن في نفس الحي اللي كنت ساكنه فيه في طفولتي. صراحه ما نقدرش نجاوبك على هادشي هذا، ولكن طبيا يعني هادشي يؤكد ان عندك ذكريات في داك الحي. عندك حنا قرينا في لابيدو بسيكياتري الوليد منين تيحلم شي احلام متكرره كيعني انه عنده شي حاجه واحله ليه في لانكونسيون. دونك خاصنا في المدارس نورمالمون نسولو الوليدات واش كيحلموا شي حلمه متكرره، ولكن الا كنتي كتحلمي حلمه متكرره دونك عندك شي حاجه باقا واحله ليك في اللاوعي ديالك. كتتكرر معايا الرؤيه بزاف تري بيان. الوغ هنايا مني انفيتاسيون اسمحوا لي باقي لا عيطت على شي واحد وما رديتش البال، شي واحد جلا انفيتي. اسمحي لي مدام لينا، اسمحي لي. الوغ دابا غنقول لك الجلسات كيفاش تتكون، غادي نقولهم لك كوحده جربات الجلسات. سمحوا لي عفاكم، ما جاوبش الدكتوره. واخا ديرو جامع عفاكم، الوغ مني ولا لا اسمحوا لي عفاكم. ملي كتبغي ديري الجلسات كيفاش كديريهم؟ اولا الطبيب العام كمل الخدمه ديالو، ثاني حاجه البسيكياتر كمل الخدمه ديالو، لان ما يمكنش ديري جلسات وانت خاصك واحد الدواء. باسكو الا كان خاصك واحد الدواء ودرتي الجلسات تقدري الحاله ديالك توصل حتى الانتحار، اوكي تقدري تقتلي. يفو با جوي او فو، ما خصناش نلعبوا بالعافيه، اوكي. ميمكنش انسان سكيزوفرين وخاصو ياخذ واحد الدواء، اولا الانسان عنده واحد المرض وخاصو واحد ياخذ واحد لونكسيوليتيك ولا واحد النوغوليبتيك ولا واحد لي اس ار اس ولا واحد الدواء، اوكي، ويمشي هو يدير ليبنوز ويتفكر الطفوله ديالو شنو وقع فيها، لان داكشي لان التجربه ديال التنويم هي تجربه صعيبه قاسيه صعيبه. الانسان تيتفكر شي حوايج، كيتفكر لي فيبلس ديالو، تيفكر شحال كان شحال كانت الامور صعيبه بالنسبه ليه بسبب الامور. واخا يكون هذا الشيء كله ماشي بصح، ولكن هو في الدماغ ديالو سي كوم سا، اوكي. دونك هنايا شنو خصنا نديرو؟ بارد تي خصنا يكون عندنا ان غيد. الجلسه كتكون فيها سؤال جواب، اوكي، وفي ديك السؤال جواب كيكون واحد لا كونيكسيون. هاد لا كونيكسيون كاينين الناس عطاهم الله القدره باش انهم يديروا التنويم. التنويم راه ماشي انت كنعسوك وكتمشي وكتغيب وبحال اللي زعما درنا لك البنج ولا شي حاجه، لا. التنويم هو فواياج، سفر. باش تسافر بيا لواحد البلاصه خصك الطوموبيل، لا خصك الطياره، لا خصك الباطو. الا ما عندك لا سياره لا طوموبيل لا باطو ما يمكنلكش تسافر بيا، اوكي. هادي من جهه. باش تسافر بيا خصك ترجعني، الا ما عندكش لا بوسيبيتي باش ترجعني ما عندكش الحق تسافر بيا، اوكي. الا بغيتي تسافر بيا خصك ملي تكون صايب تركز على السوغان، ما تركزش عليا انا. دونك مني يكون شي واحد كيدير لك ليبنوز خاصو يركز على ليبنوز، ماشي يمشي ولا يفرح بزاف ملي تفكر انت شي حاجه، ولا ما يكونش تيق في راسو. ولا اي انسان ما تيقش في راسو ما عندوش الحق يعالج الناس كاع، ما يمكنش نعالجو حنا ما تيقينش في راسنا، اوكي.
يعني المعالج كيعالج بالشخصيه ديالو. علاش حنا كنستثمروا بزاف حنا الاطباء في الشخصيه ديالنا؟ لان راه ماشي الدواء اللي كيعالج المريض. راه تيقول لك المثل لو ميديك لو ميدسان اي لو ميديكامون لو بلوز يوتيليزي. راه الطبيب هو الدواء، البسيكياتر هو الدواء، المعالج هو الدواء. دونك خصنا نديرو، خصنا نخدمو على راسنا حنا بالشخصيه ديالنا تكون كويسه. كل واحد وكيفاش خصنا ندوي معاه. كاين اللي الا قلتي ليه تفضل خذ راحتك اقترح حيد حوايجو. كاين اللي الا ما شفتيش ليه في عينيه يقدر يقول هذا حقرني، هو اصلا محقور، اصلا عنده مشكل تعرض للحقره بزاف. دونك ملي كيدخل عندك المريض واخا يبان لك واخا يكونوا تيدويو، علاش نقول لكم ما تسيقوش الناس في الانترنت، واخا يدوي لك شي واحد على الشخصيه، واخا يدوي لك شي واحد على الدين، واخا يدوي لك شي واحد على انه كيتحكم في راسو، داك خاصك تعرف انه الهضره حاجه والواقع حاجه اخرى. المريض واخا يبين لك انه ولا يقول لك انه ثق في راسو قوي ويقول لك خذ راحتك قول لي اللي بغيتي، انا كنتقبل النصيحه، انا كنتقبل الانتقاد، هذيك الهضره ديالو هو كنحتارموها. ولكن حنا ديما المريض كنعتبره انه فيلنيرابل، انه فراجيل، انه ما يقدر يتصدم، انه ضعيف. اوكي باش كنسلو الشوكه بلا دم. كتجي عندي كنعالجك كتمشي ما نقيسكش. اوكي لان الطب ماشي هو ولا العلاج بصفه عامه ماشي هو شنو كندير انا في اللايف. اوكي اش كندير في اللايف؟ راه كنشعل العافيه في لي لايف اللي كنت كندير، كنشعل العافيه باش نوض الحراقيه كيف كنقولوا بالمغربيه، باش تشوفوا التخا، باش تشوفوا قبل وبعد، باش تشوفوا الانسان تيدخل تيقول لك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اختي الفاضله، شويه تيبدا يسب، شويه تيبدا يتحرش، او لو وحده كتجي تتشكي وتقول لك انا راجلي ودار ليا ودار ليا، شويه كتبدا تطاقي في الرجال، شويه كتبدا تطلب شي حوايج اخرين، شويه كتبدا تقلل في الحياه. هاد المناعه الالكترونيه خدمه، وهاد الخدمه دايره بحال هكا. ولكن في العياده لا، في العياده ملي كيجي المريض كيتعامل بحال شي ملك. اوكي لان حنا كنعالجو بالشخصيه ديالنا، اما الدواء كلشي كيعرف الدواء. اوكي ولكن خاصني الشخصيه ديالي اللي تحكم علي انه هاد الدواء ما يتعطاش حتى يكون هاد الحاجه هادي، الا ما حيناش هاد الحاجه ما نعطيش هاد الدواء. خاصني الشخصيه هي اللي كتخليني ندير التشخيص. اوكي تري بيان. دونك كنتمنى لكم السعاده. اللي بغى يحضر لايف فيه بزاف ديال المعلومات وفيه بزاف ديال العفويه من طرفي، يمكن ليه يدير ابوني باش كومسا اللايف يطلع ليه. داكشي علاش فاش كنتو كتدخلوا ما تيبانش لكم اللايف. مرحبا وسهلا وسهلا.